تبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، من هم آل البيت؟ في لقاء سابق تحدثنا عن أهل البيت حسب القرآن العظيم، وجاءتني بعض الانتقادات أن بعض أزواج النبي لسنا من أهل البيت، باعتبار أن السيدة عائشة كما تقول الانتقادات خرجت من بيتها مخالفة أمر الله ورسوله، وقاتلت إمام زمانها الإمام علي كرم الله وجهه، وبالتالي يجب أن تخرج خارج أهل البيت. وقلنا قاعدة ذهبية أيها الأحبة، لا يجوز أن نخرج أحدا من أهل البيت أو من آل البيت إلا بآية قرآنية صريحة أو حديث نبوي صريح، وليس مجرد روايات متناقضة مع بعضها. الروايات التاريخية أيها الأحبة في حالة تناقض كبير جدا مع بعضها، متناقضة جدا، لذلك هذا موضوع لا نستطيع أن نحكم الروايات على القرآن. القرآن هو الأساس. دعوني أولا ألخص ما قلته في لقاء سابق عن أهل البيت. دعوني أبحث هنا، هذا برنامج إحصاء القرآن، سنبحث عن عبارة أهل البيت هكذا أيها الأحبة. فهذه العبارة تكررت مرتين، الآية الأولى في حق زوجة سيدنا إبراهيم، قالوا أتعجبين. إذا من المخاطب هنا؟ زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام. الله تعالى يقول قالوا، أي الملائكة، أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إذن الآية الأولى التي وردت فيها عبارة أهل البيت تخاطب زوجة سيدنا إبراهيم. الآية الثانية في القرآن، دققوا معي أيها الأحبة، هنا تخاطب نساء النبي، لأن الآية التي قبلها تقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. الآية الثانية وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ثم يقول تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إذن أيها الأحبة، أنا لدي ثلاث آيات، الآيات الثلاثة تخاطب تحديدا زوجات النبي، نساء النبي، هذا واضح أمامنا. وفي وسط هذه الآيات جاءت عبارة أهل البيت، كأن القرآن يريد أن يقول لنا إن أزواج صاحب البيت لا يمكن أن ينفصلن عن أهل البيت، يعني هن جزء أساسي ومكون رئيسي من أهل البيت، لا يجوز إخراج إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلا بآية قرآنية أو حديث. الآية القرآنية غير موجودة، القرآن فيه 6236 آية، لا يوجد آية أخرجت نساء النبي أو إحدى نساء النبي من آية التطهير هذه. الآن دعوني أبحث عن آل البيت في القرآن. طبعا عبارة آل البيت غير موجودة، دعونا نتأكد أيها الأحبة، هذا هو البرنامج، سأكتب هنا آل البيت وأبحث، غير موجود، لا يوجد نتائج. طيب آل النبي مثلا أيضا لا يوجد نتائج، آل الرسول لا يوجد نتائج. طيب ماذا يوجد؟ دعونا نبحث عن كلمة آل في القرآن، نجد أنها تكررت 26 مرة. إذن كلمة آل في القرآن 26 مرة،
وسأكرر القاعدة أيها الأحبة، ينبغي أن نبرمج دماغنا على آيات القرآن أولا، ثم على الأحاديث الصحيحة التي تتفق مع القرآن ثانيا، وأخيرا نلجأ للروايات نستأنس بها. الذي حدث العكس، يعني الناس وضعوا في أدمغتهم أن أم المؤمنين خرجت وخالفت أمر الله ورسوله. طيب ما الذي أدراني أن هذه الرواية صحيحة؟ يجب أن ألجأ إلى القرآن أولا. القرآن يعطيني معلومة تناقض تماما المعلومة الموجودة في كتب التاريخ والروايات التاريخية. فإذا يعني برمجت دماغك على القرآن الكريم، ستستطيع أن تميز بين الرواية الصحيحة والرواية غير الصحيحة بناء على القرآن. الروايات التي تتحدث عن موقعة الجمل وصفين ومقتل عثمان رضي الله عنه ومقتل الإمام علي ومقتل كذا ومعركة كذا، كلها فيها كمية هائلة جدا من التناقضات أيها الأحبة، فيها شيء من الحق، ولكن ينبغي أن نقيس هذه الروايات على القرآن، ليس العكس. الذي حدث مع البعض أنهم يقيسون القرآن على الروايات، وهذا خطأ كبير. يعني أنا لدي القرآن هو الأساس، وأنا أقيس بناء على القرآن صحة الرواية، هل تتفق مع القرآن؟ إذا اتفقت، إذا الرواية صحيحة. إذا تناقضت مع القرآن نرمي بها عرض الحائط. دعونا نرى كلمة آل كم مرة تكررت. 26 مرة هنا أيها الأحبة. وإذ نجيناكم من آل فرعون، وهنا أيضا وأغرقنا آل فرعون. هنا آل موسى وآل هارون، آل فرعون 5، إذن آل إبراهيم، آل عمران، آل إبراهيم 7، آل فرعون 8، آل فرعون 9، آل فرعون، آل فرعون، آل فرعون، آل يعقوب، تمام، آل فرعون، آل لوط، وهكذا. إذن نجد أن الآيات التي فيها كلمة آل ليس بالضرورة أن تدل على أهل البيت. هنا القرآن يميز أيها الأحبة، أهل البيت هم من يعيش في هذا البيت، ونساء البيت هن مكون أساسي من أهل البيت، لا يجوز أن نفصلهم إلا بنص قرآني أو حديث صحيح. الآن آل لوط، قد يقول قائل زوجة لوط كانت كافرة، لماذا قال سبحانه وتعالى هذه الآية أمامنا؟ إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. طيب هنا آية أخرى، الله قال وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. إذن آل لوط يجب أن نخرج زوجة أو امرأة سيدنا لوط من آل لوط. لماذا؟ لأنها لا يجوز أن تنتمي لآل لوط. طيب هنا القرآن، انظروا الآية التالية، دققوا أيها الأحبة، إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. انظروا الآية التي بعدها، إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. إذن امرأة سيدنا لوط، من الذي أخرجها من آل لوط؟ القرآن. طيب قد يقول قائل آل فرعون فيهم السيدة آسيا زوجة فرعون أو امرأة فرعون وكانت امرأة صالحة. نقول إن القرآن أخرجها بنص الآية الكريمة في سورة التحريم عندما قال تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. إذن امرأة فرعون من الذي أخرجها؟ الله سبحانه وتعالى. وبالتالي أيها الأحبة باختصار،
خلاصة هذا اللقاء، آل إبراهيم هم كل من يتبع إبراهيم، هو من آل إبراهيم على فكرة، كل من يسير على منهجه ويموت على سنة سيدنا إبراهيم هذا من آل إبراهيم. آل فرعون، آل فرعون هو الظلمة والطغاة الملتفين حول فرعون، هؤلاء آل فرعون ليس لها علاقة بأهل البيت على فكرة، انتبهوا أيها الأحبة. كلمة آل فلان، وأثبتنا ذلك من خلال القرآن، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، من آل فرعون، ما معنى ذلك؟ مع أنه مؤمن القرآن قال من آل فرعون، لأن كلمة آل هنا أي ما يؤول ويرجع إلى الرجل، فكل من يسلك سلوك فرعون من حوله وحاشيته، وكل من يحيط به هذه الحاشية الإجرامية كلها آل فرعون. الله أخرج منها من؟ أخرج منها المرأة، وأخرج منها هذا الرجل، لأنه قال تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، إذن إيمان هذا الرجل أخرجه من آل فرعون. وبالتالي كلمة أخيرة أحبتي في الله، بما أن القرآن لم يخرج أي زوجة من زوجات النبي لا من آل بيته ولا من أهل بيته أبدا، وليس لدينا الآن رواية صحيحة يقول فيها النبي لإحدى زوجاته أنت لست من أهل بيتي هكذا صراحة، بما أن هذا غير موجود، لا نستطيع أن نخرج أحدا من أهل البيت أو من آل البيت إلا إذا كان لدينا حديث صحيح أو آية قرآنية، وهذا غير موجود. لذلك نقول إن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام هن من أهل بيته ومن آل بيته صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.